طيب انت بتوجه رسالتك شنو للحكومه باعتبار انك انت الطبيب المقيم هنا في منطقه مينزا؟ بتتكلم بالنيابه عن المواطنين، يعني بتطالب الحكومه بان هي توفر لهم شيء عشان الحكومه هنا توفر لنا، لازم تكون الخدمات متكامله، يعني يكون يوفر لنا كل الكوادر كل المعدات، والكوادر والمعدات والحاجات دي بتجي بمجهود المويه والكهرباء، دي الحاجات الاساسيه انه زول عشان ترغب زول انه يجي يقعد قريب من منطقه ثانيه، توفر له الخدمات بتاعت المويه والكهرباء والانترنت الحاجات دي عشان اساسا يكون عنده رغبه يقعد او يكون عنده طموح انه يقعد لقدام يعني. المركز ده امكانياته شنو المتوفره؟ والله فيه رعايه الصحيه الاوليه هي الحوامل، عندنا دايات اثنين، عندنا تمريض، عندنا معمل، الحياه فيها صار تدي بيشتغل عن حدود معينه، يعني حدود وحتى بس للحياه الثانيه بس هي كحيه ولاده. نعم. حدود المساعد الطبي ما بيمشي يتعدى الحدود دي. نعم. في حالات اجهاض قاعد تكون هو دي الاجهاض ده بنشتغله بعمليات بتاعت كحيه بسيطه. حاجات كبيره الحالات الكبيره بنحولها تحويل ذاته معانا. احنا مرادكم من اهم اساسا احنا دايرين انه فيها يكون فيها اسعاف، دايرين انه يكون في اسعاف للنادي. انا حصلت لي قبل كده حاله بتاعت يعني زايده طفل هنا يعني عمره 12 سنه 13 سنه، والله ليه ثاني يوم حتى تحول. ما عندكم غرفه عمليات هنا ولا صغيره؟ ما في ما في ما في شيء، ما في كهرباء عشان انت تقدر تشتغل عمليه ولا تقدر تشتغل حاجه. وبالليل ذاته لو حصلت لزول حاجه تشتغل بالبطاريه، انا شغال بالبطاريه العاديه دي. ان شاء الله يا دكتور ربنا يعينكم على اللي انتم بتقوموا به وده. رسالتك شنو اللي انت بتقدمها للدوله يعني؟ والله رسالتنا انه يجي يشوفونا على ارض الواقع. الكلام ما ما ما, ما بيجي، احنا الناس لو جات شافت بعينها بتقتنع. اتمنى انه المسؤولين يعني على مستوى الاتحاديه، وش وزير الصحه بتاعت ولايه النيل الازرق او اقليم النيل الازرق، وزير الصحه الاتحادي يجي يشوف المناطق الحدوديه، لانه منطقه حدوديه نحن حدود مع اثيوبيا نحن الان. عدد السكان هنا كم يا دكتور تقريبا؟ يعني انت بتقدم خدمه لعدد كم من الناس؟ والله اقل حاجه تقريبا 3000. 3000 شخص في المركز الصحي البسيط. نعم. في ادويه متوفره؟ والله ادويه بتاعت منظمات، ادويه بتاعت منظمات الادويه البسيطه يعني ما هنا. يعني هسه حقن وحاجات زي دي وحاجات ما في. نعم. واضح تماما انه في نشاط هنا للمنظمات الاجنبيه. في في نشاط، منظمه واحده انا جيت لقيتها اي ار سي. نعم. شكرا دكتور كرم الله. شكرا لك. عكس الدكتور كرم الله الصورة الحقيقية لحياة الناس في المناطق الحدودية بإقليم النيل الأزرق، كما قدم مناشدات للحكومة، عسى ولعل أن تجد هذه المناشدات آذان صاغية من الحكومة المركزية في الخرطوم لتنقذ الناس الذين يعانون أشد المعاناة في المناطق الطرفية. أمنياتي أنا أن يعم الأمن والسلام والرفاه في إقليم النيل الأزرق. أمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في النيل الأزرق.